تسوق الساعات الذكية ينمو بشكل كبير في عالم التقنية، وبدأت الشركات الكبيرة تستعرض عضلاتها في هذا المجال، ما زاد من حدة المنافسة بين الساعات الذكية. منذ فترة أعلنت شركة هواوي عن جديد ساعاتها هواوي جي تي 3، بينما كشفت سامسونج عن ساعتها الرائدة الأحدث جالاكسي ووتش 4. اليوم نقدم لكم المقارنة الشاملة بين ساعة جي تي 3 من هواوي وجالاكسي ووتش 4 من سامسونج، وهنا نتحدث عن نسخة ووتش 4 العادية وليس نسخة كلاسيك. والآن هيا بنا. المميزات الصحية: تتضمن ساعة هواوي جي تي 3 حساس قياس نبضات القلب وقياس درجة التوتر، بالإضافة إلى مستشعر SpO2 المخصص لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم ومستشعر قياس درجة حرارة الجلد. هناك تطبيق هواوي هيلث الذي يوفر كل ميزات تتبع ومعاينة الصحة واللياقة البدنية مثل المشي والركض ونظام النوم. توفر جي تي 3 أيضا ميزة مراقبة التمارين المطورة، حيث يوجد أكثر من 100 وضع للتمرين، بما في ذلك 18 وضع تمرين احترافي تجعل الساعة مدربا شخصيا لك. في جالاكسي ووتش 4 نجد مستشعر بايو أكتيف الذي يرسم ECG أو تخطيط نبضات القلب، وكذلك يقوم بقياس ضغط الدم، وهناك كل ما تحتاجه لتتبع الصحة واللياقة مثل النوم والتوتر والضغط والتمارين وخطوات المشي وغيرها الكثير. ويمكن ربط الساعة بتطبيق سامسونج هيلث على الهاتف. الاتصال: تحتوي الساعتان على سماعات خارجية وميكروفون. تسمح ساعة جي تي 3 بإجراء مكالمات صوتية من خلال ربطها بالهاتف الذكي عبر البلوتوث، كما ترسل رسالة تذكير لمساعدتك على تجنب تفويت أي مكالمة أو رسائل. نفس الأمر تماما ينطبق على ساعة سامسونج، حيث يمكن ربط الساعة بالهاتف وإجراء مكالمات صوتية. البطارية: دائما ما كانت تتميز سلسلة جي تي من ساعة هواوي بالبطارية القوية التي تدوم لفترة طويلة، وهنا لم تتغير هذه الفكرة، فساعة تدوم لسبعة أيام من الاستخدام للنسخة الأصغر، وتصل حتى 14 يوما من الاستخدام للنسخة الأكبر، وتشحن عبر الشاحن اللاسلكي. بطارية جالاكسي ووتش 4 تأتي بحجم 247 ملي أمبير للنسخة الأصغر و361 ملي أمبير للنسخة الأكبر، ومنحت الساعة ما يصل ليومي استخدام، وتشحن عبر الشاحن اللاسلكي أيضا. هنا تتفوق ساعة هواوي بالتأكيد، فهي بالأساس موجهة للاستخدام الطويل دون الحاجة للشحن. الأحزمة: تتوفر ساعة هواوي بعدة خيارات للأحزمة، فهناك المطاط والجلد والستانلس ستيل بألوان مختلفة. نسخة 42 ملم تأتي بخيارات الحزام الأسود أو السكري الجلدي أو البني المعدني، أما نسخة 46 ملم تأتي بخيارات الحزام الأسود أو البني الجلدي أو الفضي المعدني. ساعة الجالاكسي تأتي بنفس الحزام لكن مع عدة ألوان: الأسود والفضي والزهري لنسخة 40 ملم، والأسود والفضي والأخضر لنسخة 44 ملم. السعر: يبدأ سعر هواوي جي تي 3 من 275 دولارا، بينما يبدأ سعر جالاكسي ووتش 4 من 250 دولارا لنسخة بدون LTE، وكلاهما أصبح متوافرا في المنطقة العربية. كانت التصميم: تتميز الساعتان بتصميم أنيق وجذاب، ففيهما نلمس الفخامة ونجد المصنعية القوية. كلتا الساعتين تأتيان بهيكل وشاشة دائرية وليست مربعة، وكلتاهما مريحتان في الارتداء. جي تي 3 تتميز بتصميم الساعات الكلاسيكية الفاخرة مع مجموعة مراحل القمر 2 المطورة. وجه الساعة مصنع من الزجاج، والظهر من ألياف البوليمير المحسنة، أما الإطار فجاء من مادة الستانلس ستيل. الساعة تحتوي زر تشغيل ودوارة للتنقل داخل القوائم، يعطيها شكلا فخما وتجربة استخدام جميلة. أما جالاكسي ووتش 4 فتأتي بشكل كلاسيكي أكثر، بوجه وظهر زجاجي من نوع غوريلا جلاس DX بلس مع إطار من الألومنيوم، وهناك زران على جانب الساعة. الساعتان تدعمان مقاومة الماء. جي تي 3 تأتي بمعيار 580M المخصص للساعات، والذي يسمح باستخدام الساعة للسباحة تحت الماء حتى عمق 50 مترا لمدة نصف ساعة. تسمح الساعتان بالاستخدام أثناء السباحة، وتأتي بمعيار 580M أيضا، وبالتالي يمكن استخدامها تحت الماء لمدة نصف ساعة حتى عمق 50 مترا، بالإضافة إلى معيار IP68 المعتمد في الهواتف، والذي يجعل الساعة مقاومة للغبار أيضا. تتميز جي تي 3 بمقاسين للقطر 42 ملم و 46 ملم. ساعة جالاكسي تأتي بمقاسين أيضا 40 ملم و 44 ملم، وإليكم تفاصيل الأحجام. وكما نلاحظ أن ساعة هواوي أكثر سماكة وأثقل بشكل ملحوظ من ساعة سامسونج، وذلك لأن حجمها أكبر لكنها مريحة في الارتداء. الشاشة: في ساعة جي تي 3 من هواوي الشاشة من نوع أموليد بحجم 1.32 إنش في نسخة 42 ملم و 1.43 إنش في نسخة 46 ملم.
في الجالاكسي الشاشة أيضا من نوع سوبر أموليد بمقاس 1.4 إنش في نسخة 44 ملم، 1.2 إنش في نسخة 40 ملم. الشاشة محمية بطبقة من كورنينج غوريلا جلاس دي إكس بلس، وتدعم ميزة Always On Display. نظام التشغيل: تعتمد ساعة جي تي 3 على نظام هارموني أو إس من هواوي، وهو النظام الجديد الذي طورته هواوي لأجهزتها الجديدة. الساعة متوافقة مع جميع أنواع الأجهزة بما فيها أجهزة الأندرويد والآيفون. تتضمن الساعة متجر أب جاليري الخاص بهواوي الذي أصبح يتضمن عددا كبيرا من التطبيقات. أما ساعة جالاكسي ووتش 4 تعتمد نظام وير أو إس من جوجل المبني على أندرويد، وهي أول ساعة من سامسونج تحمل هذا النظام. واجهة المستخدم هي One UI 3.0 التي لا تختلف عن واجهات الاستخدام السابقة. الساعة تتوافق فقط مع أجهزة الأندرويد، وهذا يعني أنها لا تعمل مع أجهزة الآيفون. المتجر المتاح هنا هو متجر Wear OS الرسمي من جوجل الذي يسمح بتثبيت عشرات التطبيقات على الساعة من خلال الهاتف. هنا تتفوق ساعة هواوي في التوافق مع الأجهزة، بينما تكسب ساعة سامسونج دعم التطبيقات. هذه مقارنة شاملة بين ساعتي سامسونج وهواوي. برأيكم ما هي الساعة الأفضل؟